مرحبا، كيف حالكم؟ إن شاء الله كله تمام. عادة أتكلم معكم عن قطتي الجميلة والصغيرة، اسمها نميرة. فأظن أنكم ستستمتعون بسماع قصة عن قط. ولكن هذه القصة ليست عن قطتي نميرة. هذه القصة عن قط كبير وخطير اسمه كشكش. يلا نقرأ معا. باسل عنده قط كبير وخطير اسمه كشكش. اليوم يشعر كشكش أنه مريض. يقول باسل: نذهب إلى الطبيب البيطري يا كشكش. ولكن كشكش لا يريد أن يذهب إلى الطبيب البيطري. يجري كشكش ويختبئ تحت سريره. ولكن باسل يجده. يختبئ كشكش تحت المائدة. ولكن باسل يجده. يختبئ كشكش داخل الخزانة. ولكن باسل يجده. يختبئ كشكش في الحمام. ولكن باسل يجده. اخترس من الماء يا باسل. يشعر باسل كأنه مريض. يذهب باسل إلى سريره. يشعر كشكش أن هذا أفضل. نعم، هذا أفضل. وهذه هي نهاية القصة عن قط كبير وخطير اسمه كشكش. أتمنى أنكم استمتعتم بها. مع السلامة وإلى اللقاء.